ناس قاعدين بيدردشوا بيتكلموا مع بعض، بيتكلموا عادي. ربنا غضب عليهم ودخلهم جهنم ولم يقبل ان حد يدافع عنهم. ايه رأيك بقى؟ ولئن سألتهم لا يقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هو الاستهزاء ده ايه الوسيلة اللي 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 عايز يستهزئ بيستخدمها؟ اللسان. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. خد بالك من الآية اللي جاية، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بقول له لا، فيش اعتذار، فيش اعتذار. شوف كلمة كلمة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لا ينطق بالكلمة من رضا الله. في إنسان محترم، إنسان منضبط، إنسان مستقيم، بيقول كلمة لوجه الله فيرفعه الله بها أعلى الدرجات. واحد تاني، وإن الرجل لا ينطق بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوى بها في النار 70 خريفا، ينزل بها 70 سنة في جهنم بكلمة. شفتوا؟ إذن أول استقامة استقامة الإيمان. واستقامة الإيمان لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، النبي قال كده، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لازم اللسان يستقيم. هيستقيم إزاي؟ رقم واحد، يبعد عن كل الآفات. إيه الآفات؟ يبعد عن الكذب، دي من أخطر الآفات اللي بتدمر الإنسان. يبعد عن النميمة. إيه النميمة؟ نقل الكلام على محمل الوقيعة. أصل في نقل كلام حلو، يا سلام، وحاجة جميلة خالص. أقابلك أقول لك يا ده أنا امبارح قابلت سيد، ده بيقول فيك شعر ما شاء الله عليك، قد إيه الراجل ده بيحبك يا أخي، سبحان الله. يعني لما تشوفه وقال إيه عنك، شوف الكلام ده، شوف أنا بنقل لك كلام إحساسك إيه دلوقتي. سيد ده أخويا حبيبي، ربنا يكرمه، ربنا يرضى عنه، يا سلام، ده اللي طلعت بيه من الدنيا. او ان انا اقابلك العكس بقى، اقول لك ده انا قابلت سيد، هو انت مزعله في حاجه؟ لا لا لا، اصل بصراحه قال عنك كلمتين كده، واضح انه واخد على خاطره منك قوي. انا حتى ما قلتلكش ايه الكلمتين اللي اتقالوا، صح؟ لا، ولا اقول لك خليني ساكت احسن، انا كده عكيت الدنيا، اهدي نميمة. شوف اللي النبي قال عنها ايه بقى؟ لا يدخل الجنة قتات. عارفين يعني قتات؟ يعني نمام، خش الجنة. شوف شوف جرائم اللسان، في كذب اهو، في نميمة. ايه النميمة دي؟ نقل الكلام على محمل الوقيع، حتى وان كان الكلام صح على فكرة لا يجوز. طيب، وفي حاجة اسمها الغيبة. ايه الغيبة بقى؟ ذكرك اخاك بما يكره، انك تتكلم عنه كلام هو ما يحبوش حتى لو صح، فتقول فلان ده قصير، ما هو قصير فعلا، لا ما تقولوش. ده بخيل، هو بخيل فعلا، ما تقولوش. انت بتديني معلومة يعني؟ لا يا سيدي جزاك الله خير، مش عايز اعرفها. شوف النبي قال اتدرون ما الغيبة؟ قلنا له ايه هي الغيبة؟ قال ذكرك اخاك بما يكره، انك تقول عنه حاجة هو بيحبهاش. فقال رجل أرأيت إن كان فيه ما أقول يا رسول الله، لو أنا بقوله صح. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. البهتان ده بقى، الله الله يصرف عنك السوء، ده البهتان ده مصيبة سودة، هو الكذب المحير. شوف سبحانك، هذا بهتان عظيم. يبقى استقامة الإيمان في استقامة القلب، واستقامة القلب في استقامة اللسان. قلنا رقم واحد انك تترك الآفات والجرائم بتاعت اللسان، زي الكذب، زي النميمة، زي الغيبة. في حاجة تانية، الاستقامة اهم شيء في حياة الانسان بصفة عامة، واهم شيء في حياة المسلم بصفة خاصة. ما اجمل ان يعيش الانسان منضبطا في هذه الحياة.
سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال قل آمنت بالله، احنا الحمد لله مؤمنين بالله. ايه تاني يا سيدنا النبي قال؟ ثم استقم. رقم واحد قلنا استقامة الإيمان، لازم يبقى إيماني مستقيم. طب هنستفيد ايه بالإيمان؟ انت عارف ان الإيمان ده من أهم عوامل السعادة في الدنيا، تخليك شخص سعيد، تروح تحط راسك على المخدة تنام. ليه؟ لأن الإيمان إذا دخل إلى القلب انفسح وانشرح، تحس براحة نفسية، تحس بالطمأنينة، تحس إن بالك رايق. ده يحصل إزاي بقى؟ إذا كان القلب سليما يبقى لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. طيب، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. طب ازاي اللسان يستقيم؟ قلنا رقم واحد نبعد عن آفات اللسان زي الكذب زي النميمة زي الغيبة وخلافه. طيب، طب رقم اتنين خدها بقى قاعدة. الكلام ده ممكن يزعل البعض. ابعد عن الفضول. قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يا سلام يا سلام لو خليني في اللي أنا فيه، يا سلام لما ما يبقاش لي دعوة بالناس، يا سلام لو أنا كرمضان ما بقاش حشري، حط مناخيري في كل حاجة. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، ما تدخلش في حاجة ما تخصنيش. النبي علمنا كده، يعني بقول لولادنا بطلوا تحققوا مع الناس، انت فين وايه وساكن فين وشغال فين وبتقبض ايه وجبت كام ووديت مين وعملت ايه، انا مالي. ده النبي عليه الصلاة والسلام يقولك ترك الناس من ثلاث: المراء، الجدال يعني ما كانش يجادل، والاكثار ما كانش يكثر في الكلام او في امور الدنيا يعني، وما لا يعني. تخيل النبي ما كانش بيسأل، او ما انا اجي اسأل، لا ما ينفعش. يبقى ابعد عن الفضول. من حسن اسلام المرء تركه ما يعني. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، الحاجة اللي ما تخصنيش ما تدخلش فيها. طيب اخيرا بقى في الجزئية ديت، ان قلت في شيء نعم فاتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب. بمعنى إيه؟ والله أنت تقدر تفيدنا في الموضوع ده اتفضل وقول لنا وماشي ونفذ، ما تقدرش محدش طلب منك حاجة. بزعل قوي لما تيجي تكلم حد يقولك طبعا عينيا السلام ويعمل لك البحر طحينة وما تشوفوش بعد كده. لا، طالما الكلمة خرجت من فمك إن قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب. ده في استقامة الإيمان.